طيب في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن السكيدولينج سواء كان على مستوى البروسيس او على مستوى الثريد. هنا بيقول ان عموما البروسيسز ديت ما بتبقاش محددين لها، يعني ما بيبقاش في سي بيوز محدده ليها عشان تخش عليها، لا هو بيبقى موجود سنجل كيو عادي جدا لكل البروسيسز، والبروسيسور الفاضي بيقوم جاي ساحب منه. ممكن نعمل اكتر من كده لو احنا حبينا نعمل حوار البريوريتي. السكيدولينج بوليسي بقى احنا نختار بقى انهي طريقه. فيرست كام فيرست سيرف في المالتي بروسيسور بيبقى كفايه جدا، بتقضي الغرض، اللي هي اسهل الطرق. هنا كانت مقارنه او دراسه اتعملت يعني ما بين السنجل بروسيسور والاثنين بروسيسور بس موجودين، وعندنا المقارنه حصلت ان احنا استخدمنا في الدور بروسيسور استخدمنا الفيرست كام فيرست سيرف، والسنجل استخدمنا الراوند روبن، و حصل يعني الدراسة ما بينهم هنا بالـ SRT اللي هي Shortest Remaining Time. طلع إن الفرق في الآخر صغير جدا بالنسبة للسنجل والدو. الـ First Come First Serve يعني طلعنا من الدراسة دي إن الـ First Come First Serve في الـ Multi Processor بيبقى كفاية يعني. هنا ده نفس الجدول عموما بتاع المحاضرة الستة، بس المرة دي على 2 CPUs تمام كده، والتايم ناو بزيرو. هنشتغل بأني طريقة ان هي الفيرست كام فيرست سير. هنا كان مطلوب مننا ان احنا نحسب الفينش تايم والترن اراوند تايم، شفت ما كان حاللها يعني على البورد، فكنت عامل هنا باور بوينت نفس الجدول مثلا اللي هي اللايف تايم يعني بتاع كل سي بي يو. وهنا هنشتغل بالطريقه العاديه جدا اللي هي الفيرست كام فيرست سيرف. فاول حاجه جت عند تايم 0 البروسيس A دي سيرفيس تايم عايزاه 3، ف هنقوم جايين مدخلينها. طب احنا دلوقتي هندخلها على انهي بروسيسور من دول؟ الدكتور قال عشان نوحد الحل بس مش اكتر، لما يكون عندنا اكتر من بروسيسور فاضي فبنختار اللي فوق، فنختار اللي فوق هنا. بعد كده البي هتيجي عند 2 وعايزه 6، عند 2 دوت كان مشغول فدوت كان فاضي فهتخش عنده تشتغل من 2 ل 8. السي جت عند 4، عند 4 ده كان فاضي فهتخش عنده. بعد كده الدي جت عند 6 بس ما كانش فيه ولا بروسيسور فاضي فهتستنى لحد ما حاجه منهم تفضى. طيب ان الاثنين فيديو عند 8 نختار مين؟ هنختار اللي فوق، الدي هتخش. بعد كده الاي جت عند تايب 8 برضو فهتشتغل في اللي تحت من 8 ل 10. كده نقدر نحسب الفينش تايم بتاع كل بروسيس. طالما حسبنا الفينش تايم نقدر نحسب بقى التيرن تايم وكل الكلام ده تمام. السكيدولينج على مستوى الثريد، هنا بيقول بس ان الثريدز بيحصل لها اكسكيوشن بارلل يعني، وان كل ثريد بيشتغل بعيد عن التاني يعني بعيد عن بقية البروسيس. هنا بقى في اربع طرق بنشتغل بيهم في حتة اللي احنا نعمل سكيدولينج لمستوى الثريد. اللود شيرنج والجانج سكيدولينج دول اللي احنا علينا ليهم مسائلهم. اللود شيرنج اللي احنا بيبقى عندنا كيو في الريدي بروسيسير الريدي ثريدز بقى مش البروسيسير لا الريدي ثريدز، وكل سي بي يو الفاضي بيسحب يعني الفاضي بيسحب من الكيو ده تمام. الجانج الفكره فيه ان احنا بيبقى عندنا مجموعه ثريدز بيبقى ريليتد مع بعض، فلما يجي يحصل لهم اكسكيوشن لازم يحصلوا في نفس الوقت في السيم تايم. طيب هنا الديديكيتد دوت ده ما عليناش مسائل ليه، بس هو الفكرة بتاعته ان كل بروجرام بيحجز عدد من السي بي يوز على قد عدد الثريدز. هنا الدايناميك سكيدولينج ان عدد الثريدز ممكن يتغير في الاكسكيوشن تايم. طيب هنا اللود شيرنج، اللود شيرنج بيسحب ازاي؟ قلنا هو بيبقى سنجل كيو تمام، والبروسيسور الفاضي بيسحب يعني هنا هتلاقي اي حاجة فاضية بتسحب الفاضي التاني تمام، يعني بيسحب له ثريد كل الفاضي بيسحب له واحد من الموجودين. دوت ميزته ايه؟ ان هو كل الثريدز بيحصل لها ديستريبيوشن على السي بي يوز، مفيش حاجه في النص بتعمل سكيدول يعني هو السي بي يو بيسحب من الكيو ده على طول،
وان الجلوبال كيو دوت ممكن نشتغل فيه باي طريقه، سواء كان فيرست كوم فيرست سيرف او ار ار او شورتست بروسيس نيكست. عيوب ده ايه؟ عيوب دوت ان احنا عندنا السنترال كيو ده فيه اكتر من، او ان هو شيرد ما بين السي بي يوز، ففي اكتر حاجه ممكن اكتر من حاجه تسحب منه، فدوت ممكن يعمل لنا مشاكل ان في 2 سي بي يوز يسحبوا نفس البروسيس، ف حوار ان هو شيرد. يعني ان البري امتيف الثريدز اللي هي البري امتيف ممكن لو دخلت على السي بي يو مثلا 1، لو احنا اعتبرنا ان دوت ينفع يتقطع في النص فهيخش على ده على سي بي 1، بس مش شرط ترجع له. فالحاجه اللي هي اتسجلت له اللي هي الكاشنج وكده بتبقى less efficient، يعني الحاجات اللي عنده مبقاش ليها لازمة، هو مسجل حاجات مش هيستخدمها تاني، فالكاش بقى less efficient أو الكاشنج عموما يعني. طيب كل الثريدز ممكن ما تشتغلش في اللود شيرنج، يعني عندنا هنا بي 1 تي 1 وبي 1 تي 2 ممكن كان على حسب الستيت بتاع السيستم ما يشتغلوش مع بعض، فدوت عيوب ليه لو الاتنين معتمدين على بعض أو أيا كان. طيب هنا المسألة برضو بيدينا جدول زي ده كده ويقول لنا عندنا كام بروسيسور، عندنا 4، والطريقة اللي هنشتغل بيها الفيرست كوم فيرست سيرف، والتايم ناو كام؟ بزيرو. فبرضو هنا كان اللي عايز يحسبه، بس يعني كان عايز يحسب الفينش تايم لكل ثريد. هنشوف الحل هنا، عندنا دلوقتي 4 سي بي يو، فهنرسم الأربعة سي بي يو. اللود شيرنج قلنا ان الفاضي بيسحب، يعني اي بروسيسور فاضي بيسحب من اللي موجودين. طيب هنا عند تايم زيرو ده كان أول حاجة جت، فاحنا شغالين في الريست كونفرنس سيرف فهنشغلها. عندنا برضو الأربعة سي بي يوز فاضيين، فهنختار مين؟ هنختار اللي في الأول، بعد كده اللي بعده، تمام. فدوت من زيرو 5 ودوت من زيرو 3. عند تايم 3 كان جه بروسيس 2 وليها 3 ثريدز، فعند تايم 3 كان أول واحد فاضي منهم، فدوت هيخش مع عنده تي 1، بعد كده دوت هيخش اللي تحت عنده تي 2 وتي 3 تحت، تمام كده. طيب بروسيس 3 بقى جت عند تايم 5، طب عند تايم 5 مين كان فاضي؟ كان ال سي بي 1 و 2 و 3 كانوا فاضيين. طيب هنسحب مين؟ هنحط في مين قصدي، يعني هنودي على مين؟ هنودي على الأول واحد فوق، ف تي 1 هتروح هنا، تي 2 هتيجي هنا، تي 3 هتيجي هنا. طيب تي 4، T4 هتستنى أول واحد يخلص، أول واحد يخلص كان عند تايم 6 فهتيجي بعد ده، تمام كده. طيب في فاضل لنا بروسيس 4 جت عند تايم 5 برضو، عايزة 3 CPUs، قصدي 2 بس اللي هو 2 threads. طيب أول واحد كان هيفضل عند تايم 7، 3 عند تايم 7، فهنحط أول واحد فوق وبعد كده التاني هيجي بعد، تمام كده. كده نقدر نحسب الفينيش تايم بتاع كل ثريد، ولو حد يحسب اي حاجه تانية ممكن يحسبها، هو كان عايز الفينيش تايم بس. طيب في الفيديو الجاي ان شاء الله اتكلم على الجونج سكيدولينج والمساله اللي عليها انا هنحلها. شكرا لكم.